بعد أن خفت الحلم النووي في مصر، طار خارجاً وراء حلمه العلمي، طاف أرجاء عدة إلى أن حط الرحالة في كندا. الحلم ده موجود لغاية دلوقتي، احنا بنحلم ان احنا برضو نرجع تاني. علي عمر رئيس قسم التدريب بهيئة الرقابة النووية الكندية، مهندس إعادة هيكلة المفاعلات النووية القديمة وإعادة تحديثها. الخبرة اللي أنا استعملتها عشان أشتغل في مانيتوبا هي الخبرة بتاعت الصيانة اللي أنا اكتسبتها لما كنت دخلت في الجيش. طبيب الأمان النووي الذي علم علماء من كل أصقاع الدنيا، أو بالبلدي كده جواهرجي بس في النووي. عمرنا ما انفصلنا من مصر، إحنا أولاد مصر، عيشتنا وكبرتنا وشربتنا وأكلتنا. مصر تستطيع، مع أحمد فايق، السبت 10 مساء على النهار اليومي.